الأستاذ هذا الدرس سنركز فيه على الأفعال الخمسة وعلى الأخطاء الشائعة التي يمكن أن يقع فيها التلميذ في إعراب الأفعال الخمسة. قبل الخوض في الدرس أذكركم بأنني نشرت فيديو لدرس الأفعال الخمسة، سيظهر أمامكم أيضا الآن على الشاشة من الأعلى على اليمين. أولا نقوم بالتذكير، الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع. ركز معي يا بني، فعل مضارع لا غير، لا يهمني فعل الماضي ولا يهمني فعل الأمر. اتصلت به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة. لنذهب مع التطبيق. تطبيق في الإعراب، استخرج الأفعال الخمسة من الجمل التالية ثم قم بإعرابها. نبدأ مع الجملة الأولى، الفلاحون يجتهدون في عملهم. نرجع قليلا إلى التعريف بالأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع، أول شرط يجب أن يكون فعلا مضارع. هيا لنبحث عن الفعل. الفلاحون هل هو فعل؟ لا، بل هو اسم. يجتهدون، يجتهدون هل هو فعل أم اسم أم حرف؟ أكيد هو فعل. الآن هل هو فعل مضارع يا أبنائي؟ نعم، لنتأكد من ذلك نقول سيجتهدون. هل هذه الكلمة صحيحة أم لا؟ نعم، بما أنها صحيحة فهو فعل مضارع. الآن الشرط الثاني، هل اتصلت به واو الجماعة؟ أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة. لنذهب في آخر الفعل، نجد هنا الواو، هذه تسمى واو الجماعة. إذن يجتهدون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. ثبوت النون أي أنها واضحة هنا، أي أنها كتبت لم تحذف. على فكرة فقط، أنا لم أشأ الخوض في درس حذف النون، أي الفعل المضارع في حالة النصب والجزم. لماذا؟ لأنه في برنامج السنة الخامسة يتعرف أولا على الأفعال الخمسة في حالة الرفع، ثم لو تقوم بقلب الكتاب ستجد الفعل المضارع المنصوب والفعل المضارع المجزوم. عندما نتعرف على أدوات النصب ثم أدوات الجزم، ثم سنعود إلى حالات النصب والجزم في الأفعال الخمسة. أتمنى أن تكون وصلت معلومتي إليكم وقد تفهمتم سبب عدم شرح حذف النون. هنا يجتهدون، أعيد إعرابها، يجتهدون هي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. لماذا؟ لأنه من الأفعال الخمسة، والواو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. نذهب إلى المثال الثاني، الطفلان نشيطان. دائما تذكر بني، يجب أن يكون فعلا مضارعا. الطفلان أولا هي اسم ليست فعلا، نشيطان. لاحظوا معي الخطأ الشائع عند التلاميذ عندما يلاحظ هذه الألف أو المد، عندما يقول ولا والنون يقول مباشرة هذه مثنى، هذه ألف الاثنين. لا يا بني، عندما تجد المثنى تأكد منه إن كان أصلا فعلا، ويجب أن يكون فعلا مضارعا. هذه في الأصل اللاشيتان هي اسم وليست فعلا، لأن شرط الأفعال الخمسة يجب أن تكون فعلا وليس اسما. إذن لا يوجد هنا فعل من الأفعال الخمسة. المعلمون يحرصون على حل الوظائف. المعلمون يحرصون على حل الوظائف. المعلمون اسم لا دخل لنا فيه، يحرصون، يحرصون. لاحظ معي بني، هل هذا فعل؟ نعم. فعل ماض؟ لا. فعل أمر؟ لا. فعل مضارع؟ إذن
لنلاحظ هل حقق الفعل القاعدة الأولى؟ نعم، فعل مضارع. الآن هل اتصلت به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة؟ نعم، اتصلت به واو الجماعة. إذن هو عبارة عن ماذا؟ هو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. لماذا؟ لأنه الأفعال الخمسة، والواو هذه ما إعرابها؟ لاحظ معي، ضمير متصل مبني، يمكن أن نقول مبني على السكون أو نقول مبني في محل رفع فاعل. أنت تراجعين دروسك يوميا، عذرا هنا يوميا. أنت تراجعين، تراجعين هذا فعل، هل هو فعل مضارع؟ نعم، لنتأكد من ذلك، ستراجعين صحيحة أم لا؟ نعم، بما أنها صحيحة فهو فعل مضارع. تراجعين، هل اتصلت به واو الجماعة؟ لا. اتصلت به ألف الاثنين؟ لا. هل اتصلت به ياء المخاطبة؟ نعم. تذكروا ياء المخاطبة دائما ما تصرف، ما يصرف الفعل المضارع مع أنت. تراجعين، ها هي ياء المخاطبة دي. إذن نقوم بإعرابها، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، والياء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. اشترى الأب كرتين. الخطأ الشائع كما قلت عندما نلاحظ هذه الياء والنون يجري التلميذ مباشرة ويقول لك أنها ياء المخاطبة. لا يا بني، هذه ليست بياء المخاطبة بل الياء المثنى في حالة النصب. إذن أصلا هذه كرتين هي ليست فعلا بل هي اسم. الباحثان يعملان بجد وصدق. الباحثان يعملان، ها هو الفعل المضارع، لنتأكد من ذلك، سيعملان أو سوف يعملان، صحيحة. الآن هو فعل مضارع، اتصلت به ماذا؟ ياء المخاطبة؟ لا. يعملان بماذا تذكرني؟ بألف الاثنين. إذن اتصلت به ألف الاثنين. يعملان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، والألف ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. إذن من الأخطاء نتعلم. إذن الفلاحون، هذه الأخطاء ثلاثة أخطاء يمكن أن يقع فيها التلاميذ. الفلاحون لا نقول أنها فعل من الأفعال الخمسة، لاحظوا معي، هي في الأصل اسم. عندما نرى الواو والنون لا نجري مباشرة ونقول هنا أنها من الأفعال الخمسة وهذه واو الجماعة، لا، هذه واو الجمع المذكر السالم، فهمنا؟ طالبان. إذن أيضا الألف أو المد هنا ليس بألف الاثنين الخاص بالأفعال الخمسة بل هو ألف المثنى. أيضا الخطأ الآخر هو كرتين، عندما يرى الياء يقول مباشرة أنها ياء المخاطبة، لا يا بني، هذه ياء المثنى. أتمنى أنكم استفدتم من هذا الدرس، نرجو منكم أن تقوموا بنشر هذا الفيديو في كل المجموعات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الأستاذ